ها منصور لقط كده؟ لقط يا بوب. اهو لقط. ازيك يا منصور؟ عامل ايه؟ يخرب عقلك، خدودك اتشفطت في الغربه يا ابني. ما انت عشان قاعد سنجل لوحدك، ولا انت خاطب ولا انت متجوز، تلاقي حد يحضر لك عشان أكل. الفلوس. انسى بقى، انسى انك بتسافر هناك عشان تحوش، عشان الجواز محتاج فلوس. مفيش الكلام ده. مار. انا خاطب اهو، لسه خاطب في بدايه السنه، وان شاء الله هتجوز على نهايتها. والله يا ابني نفس مصاريفك قبل الجواز وقبل الخطوبه هي نفس المصاريف بعديها، ومعايا عربيتي ولابس شواكت جلد والدنيا زي الفل. انت بقى جو انك تبيع الحاجات بتاعت زمان دي، ماله الجنب بتاعك فين؟ لا ده انا بعت الجنب، لان انا ساعه الخطوبه هي كانت بدل الذهب. قال ايه؟ عايزه سوليتير. اه بنات بقى. ماله السقف فين؟ والله بص انا لقيت السقف زحمه وغامق كده، فهي كانت عايزه دبله ومحبس سوليتير، فبعتهم الاثنين مع بعض وعملوا رقم حلو وجبته لها. فواخد بالك انا شغال في التجاره دلوقتي. انسى بقى جو اللي يقول لك ايه، بروح ومتبهدل مع العمال وبظبط شقتي. انا الفرش في البيت بتاعي. فين الفرش؟ ماله الفرش بتاع البيت؟ بتاع عربيتك. فرش العربيه؟ والله منصور انت مش غريب يعني. انا لقيت ايه يعني، اللي عايز يجيني يجيني بيتي، فلقيت عامل زحمه، وانا ما احبش حد يركب جنبي بياكل وداني وبتاع، فبيعته. قلت في الاولى الامها كانت ايه عايزه ركنه، رحت جايب ركنه بس. فالحمد لله، بس معايا عربيتي وشاب ومعايا مصاريفي والدنيا زي الفل يا باشا. الكلاكس يا. راح فين؟ ماله الكلاكس راح فين؟ الكلاكس ده ده من فتره يا. الكلاكس ده كان عامل ازعاج، فتبقى قرفان وبتاع، تقعد تدوس عليه والجو ده، فبيعته لان امها كانت عايزه نيش. فخلصت منه الحمد لله. بس يا باشا المصاريف حلوه، الخطوبه حلوه، الجواز حلو، مفيش تكلفه بقى زي زمان وبتاع. والبربريز البربريز اه والله حبيب قلبي. بص هو الاريح لما انا بطلع ايدي كده، لانه بيدخل لي هوا، وهي كانت عايزه الوميتال في البيت. اه فالحمد لله يعني. فين التابلو؟ ماله التابلو فين ده؟ بعته. ها والله منصور بص يعني انت مش واخد بالك، اصله كان عامل زحمه، واخد من اول العربيه لاخرها وبتاع، فانا استخدمت الايه اللي يعني اللي هحتاجه، انما كده اريح. وبعدين بص مديك براح بقى، بص الرجلين تلاقي نفسك فارد رجلك والحياه جميله. فمنصور انسى انسى الاشاعات بتاعه زمان دي يا باشا. انت سنجل، لازم تخطب ولازم تتجوز. والله انا شغال في التجاره، ببيع وبشتري. اه ايوه بتبيع ايه وتشتري ايه؟ ببيع حاجة العربية وبشتري حاجة البيت يا منصور، ما تركزش. فأنا دلوقتي مرتاح جدا وراح لخطيبتي الحمد لله وزي الفل، فأنا هركب وأروح بقى. هتروح لها بالعربية؟ لا مش هروح بعربيتي، هركب مواصلات. أمال؟ مفيش يا منصور يعني، بعت الأربع جنود. ما المهم معاك عربيتك وجاكيت جلد وشياكة وبتاع. ده مقطع. مقطع؟ ما بعت الهدوم بقى، لأنها قال إيه كانت عايزة أرضيات خشب بقى وبتاع، وعايزة مطبخ اللي هو الأكليريك بقى، كان في قصة كده. بس بتقعد هنا يا باشا شاب مخطوق خاطب، هتتجوز ترجع تلاقي حد يحضر لك لقمة، قاعد قاعدة مرتاحة. مش مرتاح. أنا مش قاعد قاعدة مرتاحة؟ لا ما أنا في جنط من الجنوط قاعد عليه، لأن أنت عارف بقى الحاجات دي بتبقى عاملة دوشة يا منصور. فلا تعالى اشتغل معايا في التجارة هتبقى حلوة أوي. لا يا منصور أنا بقول لك الغربة تربة، فأنت ارجع من الغربة حبيب قلبي واخطب واتجوز، والعيشة مش مكلفة. سلام يا منصور.